سابقا في زين البيع. الله يهديك. دريا. إيه دريا. كاين شي مشكل؟ قيس. كتعرفوا؟ مامون ولد الشيخ. مال وجهك حمر؟ والو. غتكون إيلين دريس اللي دارت لي هاد الحال. دخلت في راسك. هذا شغل العيالات. تشرب دمك في جغمة؟ ولا ناكل لحمك في دغما؟ الروسيطة فينا هي؟ لا المعلم ما بعد الشيطرة. قلت لك الروسيطة فينا هي؟ هاشي. يدغي جا وصلوا لك الهضرة صحاب الحسنات أبا. عندي موسيمة أكبر من هادي. تكلم في السي إدريس. أسي قول دابا ندوز عندو. نبغاك دابا ضروري. أش طاري يا الوالد؟ ومصيبة وكبيرة. أجيو معايا. جبار يا مال ارحم يا مال تقلب ساسن على راس جبار يا مال ارحم يا مال تقلب ساسن على راس وش حال فرحتي من ناس راسك ما شفت كيف وبعد ما يمكنش هبا هذا شي واحد اللي دار لينا هاد المصيبه اللي هاد الكلام راه ما مفهومش ما مفهومش علاش ديما انت كتبغي تزرك الشمس بالغربال انت عارف الناس ديال الفيلاج حتى واحد فيهم ما كيحملنا اه حتى السلام ما كيردوا علينا خلي كل واحد يلقى فعلو انا هادشي ديال واحد من الدوار هو اللي دار هادشي راه ما دخلش ليا لدماغي ما دخلش لك لراسك؟ وي وشنو؟ البهيم تافقت ودات انتحار جماعي إلي ممكن كل شيء ممكن شي واحد مرض يكون تامينا كلهم كل شيء مات واه بعد البارح كنت سارحة البهيم صحة سلام غادي ندير شي أناليز دريس أتكلم للشيخ انت وبنتك واش بغيتي دريس وبنتو فاش غتمشيو عند الشيخ غتعرفوه لاش باغيكم ولا ما بغيناش نمشيو ما غنعرفوش اسيدي حنا ما باغينش نعرفو وما باغينش نمشيو اها اجر لك ادريس غتمشيو ولا شنو شنقول لك عبد الوهاب غير سير انا غادي غير نبدل حويجاتي ونتبعك شنو ما غتمشي تساب راه صبا خلينا نمشي نشوف واش بغانا وتا الا مثلا باغي تشوف سيدك دق عليا من هنا دريس انا علمتك ولاني راه متلو مع راسك دق عليا من هنا كنقول لك احذر لا دق عليا من هنا خلينا الشيخ بردي شويه بنت اعتق واحد الكاس ديال المعتق ياك لاباس اودي اش كاين لاباس انا ما لاباس تابعيني بالحجر ولا باس هادي رجلي من عند دريس فهمتي حاجه ما فهمت والو وبهايمو كله مجبده مكسله في الارض ميته واقف عليها هو وديك طارزه ديال بنتو وداك الطبيب مول الفرنساويه اودي هاك زكاع منور ما كيجي منه عنصيب الله يحفظ تفو تفو عليا وعليه هو شوف انا غنمشي عند الشيخ نعلمو باش هاد المرض ما يديعش يشد البشر والبهيم سير اودي الحق والماء وتا الما لقيت الله تهضر لي زادكم بغيت نفهم هاد البهيم كيفاش ماتت هكا اين مرض هذا اللي غيطيح هاد الطيحه هكا قلت لك بوسيبل البرد بوسيبل الميكروب بوسيبل الفيروس غادي ندير لي زاناليز دابا ردك الخبر الشيخ شنو بغا لكم الشيخ وي وما عرفت بون
على السلامة. الله يسلمك نعمس. اش هاد التعطيله؟ غير حتى تقادوا الكتاف. لا لا حاشا نعمس. لا انت تخلي الشيخ كيتسنى. فين هي ديك المصيبه ديال بنتك؟ لا بقيت غير حيت في الدار كانت صعبتي. موجوده صعبتي. بغيتيني قتل الروح يا الحقار؟ حقرتي على البكمه. مازال ربي ورينا فيك نهار. انت خاصك اللي ربيك وديها غير في هذيك الهيعه ديال ولدك. عاد تخمن تربيني انا؟ طال الزمان او قصار غادي يجي النهار اللي غنوريك كيفاش تعدي على ولاد الناس. عافاك السيد الشيخ مسحها في. مسحها فيك؟ انت اش غيمسح؟ قلت الرجله ديال ولده مسكين غادي كيبكي على باباه. انا نك انا نك على الرجله. الهضره معاك ادريس. خرج عليا هاد الجرتومه ديال بنتك. واخا نعمس واخا. يلا بنيتي على الشيطان بدينا هاك الله. واخا با انا خارجه. خنقاتني ريحه الجيفه هنا برا. تخلعت يا مومو بخرصه. جيت يا الضحيكه خلعتك. انا بغيت نعرف شكون فيكم الراجل انت ولا هي؟ ماشي داك الشابه. ما بقى ما عندك ما تقول وما بقى لك ما يتقال. مرغتي ليا وجهي في الارض قدام هاد القبيله. بارك ابا انا عييت من هادشي. واش بغيتيني ندير داكشي ديال نصطين؟ اليوم غتسمع اخبارنا يا انا يا هي. الا درتي شي حاجه هنا انت. هذيك يا بنتي واش غنبقى ديما نقول لك انا اش الريدي وتزيد اش غير نهضر معاك؟ اشنو با اش بغيتي؟ واش بغيتي تحمقني؟ كيفاش الله يهديك؟ واش عيب طلع على قبل الكره ضربته الحنكو يدينا قدام باه حيت ضربته في كمارته؟ اش كاين كاع؟ شوف با راه والله حتى نشوي وراه فهمي اش كتخرجي من فمك. والله حتى نشوي والله ما نخليها فين. شوف ما يديناش عند باه يدلنا. هاجي واتديري عقلي سيري يلا تايكوك واتدي هاجي نقول لك هاجي بريدي. سيد الشيخ سيد الشيخ فين هو المامون؟ عيت ما نقلب عليه ما لقيتوش. تقول الارض سرطاتو. سيد الشيخ عوار عندي لك واحد الخبيره ماشي تالهي. تنطق دوي وتا كترطع عليا كيحنج بوسكا. قول لي اش كاين. الفيلاج كله شاهد. قال لك سيدي إيلي تحلفت على المامون تا تصفي عليه ولاد الغبره اللي غابر اخا العاني حيت هذيك الصقعه تقدر دير كل شيء. تهت إيلي اش بغات تكون في ملك الله؟ سيد الشيخ علاه هي باقا كتحير في شي واحد؟ اسمع نقول لك غتمشي دابا وجمع موالين الدوار وميعادنا في دار دريس باش نفكوا المامون. وإلا كان باقي حي فمك الى حسجرو حيد عليا بقى حيد. تفو جماعة سنتوا ليا وعطاوني ودنيكم رسيد الشيخ لا غيدوي معاكم. عرفتوا علاش؟ ما عرفتوش واسدين بشركم رات انا ما عارف. وفين عمرك كنتي عارف؟ ها ولا كيسطلك القب؟ هود سيد الشيخ قلت لك هود. السلام عليكم. وعليكم السلام. خبركم هالجماعه باللي ولدي المامون غبر ما ظهر له اثار وفي علمكم باللي الجنيه الزرقاء بنت ادريس تهددات عليه وراه هادشي علاش جمعتكم هاد الليله باش تمشيو معايا الخيمه ديال ادريس وتشهدوا بعينيكم. يا كل شي معايا يلا يلا برم تبرم. Thank you.
ها بيبي جاي هو ورباعته. واش غندير انا في هاد المصيبة؟ ايه سكت ولاش العافية؟ كان دفين حسن. العافية؟ العافية ما كتخليش لاتار. أما الدفين بنادم اللي يهبش يجبد المخبي. السيف ديال ولدي كتحرقوا لي في ولدي. جبار يا مال ارحم يا مال تقلب ساسنا على راس. جبار يا مال ارحم يا مال تقلب ساسنا على راس. وش حال فرقتي من الناس بسك ما شفت كيفه.